فما فرق وقت اللي انت ناطق رسمي بس بال 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 باسم الحكومه هذية يخرج يقولنا نقصنا 3% في نسبه البطاله. يا اخي وين عايشين؟ رانا عايشين في نفس تونس. ارقام المعهد الوطني للاحصاء، معهد الوطني للاحصاء 16% نسبه البطاله، تراجعت من 18 16 وليت تراجعت بنسبه نقطتين فاصل واحد. يعني ايش؟ باش نقول حاجه، انا سؤال اطرحه اليوم، سؤال اطرحه، هذه قاعدة اقتصادية معروفة في العالم أجمع، وأي إنسان قارئ اقتصاد يعرفها. كي تبدأ نسبة التضخم طالعة في البلاد امبوسيبل، نسبة معناها من المستحيل نسبة البطالة تطيح. وبالتالي السؤال اللي أطرحه هنا في معهد الوطني الإحصاء، أنا أسأل المدير بتاع المعهد الوطني الإحصاء اللي ظهر لي استقالة ليامات، لا رجع اللي خرج يواصل في مهامه، لا رجع يواصل في مهامه. اي معليش نسالوا، نتسالوا احنا على خاطر شكوا في نتسالوا، نتسالوا على خاطر خويا انا عامله صحيت، انا عامله ستاتستيك دونك نعرف، ما نخبيش عليك نعرف اش معناها نفس الرقم. كيما تغزر لنا من اليمين يعطيك حاجه، تغزر لنا من اليسار يعطيك حاجه اخرى. دخلنا في مرحله، راو انا نقول لك دخلنا في مرحله. قبل كنت نقول الحكومه هذه بالك هي حكومه ما عند، كما نقولوا انا سميتها الفساد اللا ارادي، يعني انسان يقول حاجه وهو مش داري بها خاطر تنقص الكفاءه. اما اليوم وقت اللي يتواصل تغليط الراي العام، ويمكن تغليط رئيس الجمهوريه زادة، اللي يمشوا له يقولوا له ايه بالله على مسؤوليتك، كلام كثير التشكيك في معهد وطني الاحصاء باداراته. نشكك في الاداره الحاليه المعهد الوطني الاحصاء، ونشكك في رئيس الحكومه وفي وزاره الماليه وفي البنك المركزي، اللي اليوم كيفاش يقولون نسبه، سامحني، كيفاش يقولون نسبه البطاله تحت في البلاد. يا اخي وين عايشين؟ ابقى معك.